الله يخبرنا من نحن ومن هو سبحانه وتعالى. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. كأنه يقول لك يا ابن آدم اعرف قدرك، من أنت ومن أنا سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، طاعتنا لنا، معاصينا علينا، لا ينتفع الله بطاعاتنا. فلا يمنن أحد على الله بعمل قدمه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المن لله، الفضل لله سبحانه وتعالى. فلا يمنن أحد بعمله ولا يستكثر عمله، ولا يظنن أحد أنه يضر الله بمعاصيه. الله أكبر وأعظم.